السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، كنتمنى من الله عز وجل تكونوا في أحسن الأحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم معي في فيديو جديد على قناتكم بشرة شانيل. فكيف ما شفتوا الفيديو اللي نزلت لكم قبل وفاة والد إلياس زوج اليوتيوبرز المغربية رانيا فلوغ، فمن بعد ما خرجت رانيا فلوغ على الحساب ديالها وقالت إن لله وإنا إليه راجعون ولكن ما علناتش على شكون توفى، وخرج إلياس على الحساب دياله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأعلن على خبر الوفاة ديال الأب دياله الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين. فهذا الخبر شكل حزن كبير عند المتابعين ديال رانيا فلوغ والعائلة ديالها، كل شيء بقى فيهم الأب ديال إلياس الله يرحمه، وخا ما كناش كنشوفوه معاهم بزاف في الفيديوهات غير هذوك المرات القلال اللي شفناه معاهم، تبين بأنه إنسان طيب وإنسان الله يعمرها دار وإنسان حنين بزاف. الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين، والله يصبر خالتي عيشة ويصبر وليداته يا رب العالمين. فالمتابعين ديال أسماء بيوتي كانوا كينصادروها تقدم التعازي لأستاذة رانيا فلوغ والزوج ديالها إلياس في وفاة الأب ديالو. فأسماء كانت هي والزوج ديالها في لاصال وتلقاو خبر وفاة والد إلياس، وأسماء نزلت ستوري على حسابها الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللي كتقول فيه إن لله وإنا إليه راجعون. فأكيد غادي تكون مشات عندهم للدار ووقفات معهم، وكذلك اليوتيوبرز المغربية مانويلا الشرقاوي حتى هي قدمت تعزية لرانيا فلوغ والزوج ديالها وقالت عظم الله أجركم البقاء لله الله يصبركم. الصحة والراحة، كي دوزتي الحصة اليوم؟ اليوم واعرة، الصحة والراحة. تعزينا الحارة لإلياس ورانيا وخالتي عيشة ووليداتهم، الله يرزقهم الصبر والسلوان والله يجعل محبته صبر. فدعواتكم مع خوتي بالرحمة والمغفرة، الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين يا رب. فهنا خوتي كنكون وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا على حسن المتابعة، إلى فيديو قادم إن شاء الله، مع السلامة.